بدقيقه حداد نقف باجلال واكبار لضحايا وشهداء الاباده الجماعيه من الايزيديين كما المكونات الاخرى وجميع شهداء وشهيدات العراق ليليها عسفا للسلام الجمهوري بسم الله الرحمن الرحيم السيدات السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجتمع اليوم لنحيي ذكرى مرور عشر سنوات على واحد من الأحداث الجسام التي مر بها العراق والمنطقة ففي الثالث من شهر آب سنة 2014 عشر اكمل تنظيم داعش الارهابي عملياته الاجراميه باجتياح قرى وبلدات ابناء شعبنا الايزيدي في سنجار وما حوله وخصوصا قريه كوجو التي وثقت بجراحها عار الارهاب الى الابد وكشفت المؤامره التي استهدفت التنوع والتعايش السلمي للعراقيين جميعا وفي كل مكان دنسته العصابات الارهابيه تعرض الاهالي الى وحشيه غير مسبوقه ليصبحوا مشتتين بين شهيد ارتقى وجريح متوجع واسير منتهك الحقوق ولم تسلم النساء والاطفال من الاذى والانتهاك ثم حدثت جريمه السبي التي مثلت مشهدا غابت عنه المروءه والانسانيه والاخلاق وحتى الرجوله لم يجد الايزيديون حينها سوى الجبل ملاذا من قسوه العصابات المجرمه لتخرج فيما بعد شهادات الناجين من قريه كوجو وغيرها وهي تحمل معها الكثير من المآسي وقصص الغدر والبشاعه المفرطه. بحق رجال أبطال عراقيين أصلاء تمسكوا بهويتهم وعراقيتهم وارتقوا شهداء أبرار نحتسبهم عند الله في أعلى درجات الجنان. وبرغم أن القوات الأمنيه كانت تتهيا لصد الموجات الاولى المتوقع وصولها الى المناطق المحيطه ببغداد فان العزيمه والاصرار اللتين ابداها اخوانكم في القوات المسلحه اسندتهما فتوى الجهاد المباركه للمرجع الاعلى سماحه السيد السيستاني دام ظله جعلت العراقيين يهبون جميعا لتحرير الارض والاهالي في المناطق الاخرى من العراق وتسارعت الجهود وهي تحمل النخوه العراقيه والشرف العسكري لانقاذ من احتموا بالجبل الذين كانوا يفتقدون ابسط مقومات الحياه ومنهم من استشهد عطشا وجوعا ونتذكر جميعا العمل البطولي لاخوانكم في طيران الجيش وطلعاتهم والتي لم تهدا لايصال المساعدات وملاحقه جرذان الارهاب في الوقت نفسه وليكتمل مشهد التضحيه باستشهاد اللواء الطيار ماجد التميمي ابن البصره الذي بذل نفسه على طريق انقاذ ابناء وطنه وسقطت مروحيته ليكتب له القدر ان يرتوي جبل سنجار من دمه الطاهر مختلطا بدماء اهله الايزيديين الحضور الكريم وعلى وجه الخصوص بناتنا وأخواتنا عنوان شرفنا العراقي الأيزيديات الصابرات والتركمانيات والشبك لقد فضحتنا الإرهاب ونصركن الله في هذه المحنة أنتن اليوم مضرب الأمثال للعالم أجمع بالصمود والقوة وعزة النفس والثبات امام الخسه والظلم مثلما ينظر اليكم جميع العراقيين بوصفكن رايه عاليه في الموقف والمبدا لقد رفعتن راس العراق وصار الناس جميعا يعرفون ان المراه العراقيه عموما والايزيديه خصوصا هي امراه حره لا تقهر لقد اخذت حكومتنا على عاتقها منذ ان بدات مهامها التنفيذيه العمل على انصاف جميع العراقيين ضمن مهمه كانت ولا تزال هي الاساس في عمل الحكومه حكومه الخدمه الوطنيه لهذا ثبتنا في البرنامج الحكومي التزاما بدعم المكونات العراقيه التي لا نريد ان نسميها اقليات لان العراق غني بوجودها فيه واتخذنا العديد من القرارات الحاسمه واصدرنا التوجيهات اللازمه لتوفير كل سبل العيش اللائق والحياه الكريمه لابناء شعبنا الايزيديين، بدءا من اختيار مستشار خاص بشؤونهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء. واسسنا صندوق اعمار سنجار وسهل نينوى، ومع اصدارنا في مجلس الوزراء قرارا بتمليك 14500 وحده سكنيه لاهالي سنجار، فقد اصدرنا يوم امس توجيها معنيا بشريحه الموظفين والمواطنين غير المستفيدين من اهالي قضاء سنجار وسهل نينوى وذوي الشهداء والمختطفين وذوي الاحتياجات الخاصه لشمولهم بقروض المصرف العقاري وصندوق الاسكان والمبادرات الحكوميه ومبادرات البنك المركزي والعمل على توسعة التصميم الأساس لقضاء سنجار بما لا يتسبب بأي تغيير ديمغرافي ويحافظ على خصوصية مناطق المكونات العراقية الأصيلة بعد أن حرموا من هذا الحق طوال سنوات النظام الدكتاتوري ودعمنا عبر الإجراء تثبيت الوجود الأيزيدي في مناطق آبائهم وأجدادهم التاريخية إلى جانب حزمة قرارات خدمية واسعة في مجال إعادة الإعمار وتأهيل المناطق من أجل استقبال أبنائها النازحين نحو استكمال إجراءات عودتهم. وكذلك وجهنا بالعمل على فتح فروع لأغلب مؤسسات الدولة الخدمية والمالية والمصرفية في قضاء سنجار ومنح الدرجات الوظيفية لأبناء القضاء لتعيينهم في هذه المؤسسات. من بينها فروع لجميع المصارف فضلا عن الشروع باستحداث جامعه سنجار وهو ما سيكون له اثره المهم في الارتقاء بواقع القضاء في جميع المجالات كما عملنا على تامين تسهيلات القروض لابناء القضاء لاعاده الحياه للقطاع الخاص فيه واطلاق التعويضات لمنازل النازحين المهدمه وتعويض المناطق المنكوبه بما يتناسب وحجم الدمار وسنوات الحرمان والكثافه السكانيه. كذلك فقد فعلنا مواد قانون الناجيات الايزيديات وعملنا على تشكيل لجان متخصصه في جميع الملفات الخاصه بالايزيديين وباقي المكونات ومنها لجنه خاصه بالبحث عن جميع المختطفين والعمل على استعادتهم الى ذويهم. بجانب اصدار توجيهات وقرارات في الجانب الاعتباري للتذكير بما حصل للايزيديين من عمليات اباده منها اعتبار يوم الثالث من شهر اب يوما للتعريف بماساه الايزيديين السيدات والساده ونحن نستذكر ما وقع من ظلم واباده على الايزيديين وباقي المكونات على يد عصابات داعش فاننا نذكر هنا بضرورة إيقاف عمليات الإبادة المستمرة لأبناء غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني التي تمارس اليوم جرائم تشابه ما ارتكبته عصابات داعش وهو ما يؤكد أن القتل ينتمون إلى منهج واحد وهو منهج العداء للإنسانية وإنعدام الضمير والأخلاق الرحمة والرفعة لشهداء أبناء شعبنا الأيزيدي ولكل شهداء العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته